كما أكد الرئيس السيسي على ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، مشيرا إلى أن ذلك يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في هذا الصدد. وأؤكد ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون.